ما بتكون تعرفها بالمره بتحضرها، عندك برايم، عندك طلعه، وخصوصا انكم اثنين يعني لازم يكون في هالمنافسه الحلوه بيناتكم انه مين بده يغني احلى. بس كان بدي مش ناقصك شيء غير انه شوي تكون جد اكثر. اوكي وخلصت بهالمرحله. انا حلوه بالنسبه لي بس بالريهرسل كنت عم تعطيها كثير بعد احلى صح. بس حلوه. شو بك عم تسألت عم تسألت لا لا تحطمت من دايما نشوف سير حلو. يلا خلص بلا ما لك لأنه يمكن كمان مع السين ومع كل شيء هي مش همك يعني وعم يخض وعم يخض كنتوا كلكم حلوين. أنا هيك بلشت جملتي بس ما قدرت إنه لأنه بدي أقول عن هالغنية لأن كانت صعبة وعم نحضرها أنا أول غنية لو كرسوم غنية يلا زقفة لمروان. لا لا زقفة لألكم كلكم كلها شوك نسيب. أنا بتعرفون كتير منيح إنه أنا أقل واحدة بحب أقارن أصوات ببعضها لأنه كل صوت برأيي هو مميز فيكم كلكم. صوتنا بيخلينا غرب المجد فتح لينا حنا الغرب تاريخينا عصوات الخيل انكتب حنا العرب تاريخينا صهوات الخيل انكتب استاب الخيل بلا عربة بلا عربة بلا عربة بلا عربة بلا العرب تاريخينا صهوات الخيل انكتب لا لسان ماضينا بلاد حرم صممها برافو رفاي كتير لبيت بس حاخد مش ناوي على خير خلص خلص شو ما عملت بايز يعني من امبارح غيره بليز يلا مش ناوي على خير مش ناوي على خير يلا خلص بس شو اللي غياكو بخير مش اسمه مش شكلنا والمايك مش حلو عندي وقتين الميكروس وقتين اسمع ايه وقتين بحبا 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 مصر يعني عليهم خير ربي ربا بنا ربا بنا ربا شكله كده مش ناوي على خير من عينيه قلبي هدد ولا ناوي امسك اعصابي واسيبه هو اللي يحدد حكايتنا هيوصلها لفين هيقول لي تاني خلاص بعدين وبعد يوم كده ولا اتنين حكايتنا ترجع تتجنن شكله كده مش ناوي على خير من عينيه قلبي هدد ليكو في شغلة بحبها كتير عند رافائيل عن جد لا تدنيقه على الغنية لا صوته على الميكرو كتير يعني كتير بيزبط صوته على الميكرو بيعرف يعطيني فوليوم وبيعرف كتير منيح اللفظ تبعه أوضح من لفظ كتير بيناتكم بقى برافو رافائيل يعني حقا لا لا لحظة عم بعطيك كريدت على شيء انت عن جد أنا بلاحظه دايما يعني بس يكون في حدا عم بيغني على الميكرو تسمعوا بتحسوا صوته نظيف على الميكرو يعني بتسمعوا في ناس تسمعوا بتصير تقول له بس قرب او بعد او اللي هي هيدي الدوزنة على الميكرو بحبها عندك بتشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك طب ليه كده تبعد تعرف تخلف وعدي يا روحي معاك بفكرك وانت نسيت اوكي الله تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك الله ليه إذا تبعد تعرف تخلف وعدي يا روحي معاك طب ليه إذا تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك
هيدي الحنان معلم غني مرتاحة. البركة طلبت تتوطوها أو شيء اللي تمني وتمني يزيد فارا رارا 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 انت النار هيك نحب ما تخافوا بشرفكم لانه بدي اقول لكم شغله بس تقولوا عالي انه تعالوا تاكدوا شو هي النوت لان اوقات جو الغنيه او كيف بغنى بتفكروا انه هي كثير بعرف بس هي مش غريب لا هيدا هيدا ستيل هيدا غنيه ما انا جاي احضرها انا عارفه جاي احضرها مش ضروري حدا يجي يقول لي اوكي تنقول انا فتت على المسرح زقفه بيكون حتى طريقه الانحناء كثير رسميه وكثير جديه بيكون اكيد العالم كثير رح يزقفوا بيكون فيني انا اعطي اسبري انحناء او شكر بطريقه كثير لائقه ومهضومه مروان شو بك راح الميكرو الو ايه مزبوط هلا الو الو كمان مرحبا يعطيكم العافيه مساء الخير من هونيك من عندك مروان من ال من... اوكي ذكر فتت انا بطريقه كثير لائقه منحنيه لحظه طلع بالشكل كده اه ايه مزبوط يلا اوكي بس تحضر بس ضحكني تذكر اخر مره شفتك سيبتها تذكر وقتها اخر هيدا انت ملا انت وبحي
بحبك انت. غني غني انت شغلتك غنيني. علم شوف 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 الزهور الزهور شوف وتعلم. برافو برافو. أدي هذه السهرة لضيوفنا الكرام الموجودين معنا اليوم، إن شاء الله تمضيوا سهرة حلوة معنا اليوم. يلا مروة. يلا مروة قوم سهرة. بتخلي. كل غنية يا مروة غنيتها أنا بتبرع فلسطين. أنا مش مصدق نفسي إنك بين إيديا من يوم ما حبي خالي مش بتنام عيني جوايا شوق قد الحنان في عينيك روحي فيك نظرة ليك هي الحياة. مش مرسي ومستحيل انت بحفلة كتير مرسي. كان بغي نشكر قاعد اللي جاو اليوم يتسابع يشاهدوني وبغي نقول لكم كان حماق عليكم وكان بغيكم بزاف وان شاء الله ديما ان شاء الله نقدم لكم الحاجة اللي تعجبكم وكان حماق عليكم.